انا حسب اعتقادي انا اليوم حاجه كي من هكا شنو تجم تزيد المسؤول الترجي وديكلاراسيون تاع ماهر القروي رئيس النجم الساحلي ما يذكرش الترجي شنو تجم تزيد ما فما حتى اضافه ما فما حتى حاجه تجم تمشي في الخدمه يكرهب الجو كرهب الجو لا شنو شنو نحكي دور الصوت شنو تزيد شنو شنو اللي باش تعطيك اضافه بالنسبه لك انت كانك انت اليوم انتري موفيز ايماج اللي هو كرئيس جمعيه كبيره لا نحكي انا شنو تجم تزيدك من الناحيه الاخلاقيه ما تزيدك حاجه خايبه ما تكلفك حتى شيء ما تكلفك بالعكس كان اليوم لازمك تترفع وتتعب على على حاجات كي هذا اللي احنا في غنى عنها ماشي انا معك بجرب كلامك بحاجه وين باش نقولها انا كنت نقولها البارح ونسيتها الترجي وقت خسر البارح المقابله شفنا معناتها البينالتي ماشي راهي شفت يا مجيد بالله لا لا خلي كمل خلي باش تفهم فكرتي خلي لا خلي كمل باش تفهم فكرتي شوف لا سمعنا احتجاجات تاع مدرب ولا ملاعبيه ولا هيئه خرجت وقالت راه تظلمنا ولا الحكم حتى السي اس اس بتلاوي سامح يلزمني على القانون زيدني يلزمني لا يلزمني سامحني ماشي لا سامحني حتى السي اس اس في المثل يا ناصر لا عندك الفكره نتاعي يا ناصر وعبد المجيد معقب كيما تحب لحظه نقطه اضافه كمل رايك ناصر بعد يعقب عليك وما عندناش معنا المشكل مع اي واحد باش يبدي رايه بكل حريه وهذايا يحسب الهيئه الترجي التونسي معناها الصمت نتاعها والهدوء نتاعها لان الغلطات داخله في اللعبه تكون قدم واعتبرت اللي فماش سونيه من اكد لك كان الترجي استفاد بضرب جزاء مع اي فرق من الفرق التونسيه راهي كونفرنس دو بريس ولا استدعوا الصحافه والاعلام والمنظومه ويتكلموا على المنظومه والترجي استفيد دونك خليني نتفاعل معك في النقطه هذه نتفاعل معك في النقطه هذه اليوم في نهار الخميس بالذات مباراه المتلوي نادي الصفاقسي كان فما هدف غير شرعي ولا صارت كونفيرونس دو بريس ولا الناس تكلمت ولا الناس حكيت ولا حد شيء صار وهذا ايجابي هذاك ايجابي مش معناتها ايجابي نحبوا نردوه سلبي واليوم اليوم احنا المفروض كل الفرق بدون استثناء ترجي نادي الصفاقسي الافريقي يقول له يا خويا غلطات هفوات تحكيميه كيما تقبلها معاك اقبلها ضدك هذه بالعقليه هذه جرى نوصل الفكره هذه انت زعما تعتقد انه الحكم يحب يخرج روحه راس باش يدرب اذا يظفر ضربه جزاء بالشرعيه ليه انا ما نعتقدش كيما في المتلاوي ما نعتقدش انه جودتوش ما كان مستعني باش يظفر هدف مش شرعي يا بدا يجي يقول لك باش ندخل في سوء النيه ندخل في سوء النيه في كل الوضعيات وهذاك علاش احنا يلزمنا احنا بيدنا كمحللين نحاولوا زادا نكونوا ننزهوا الناس هذوما على خاطر صحيح اللي قاعد عملته ترجي اليوم اللي عملته الترجي هو الايجابي هو الذي لازم يصير واللي عملته النادي الصفاقسي هذاك يصير وهذا استثناء